بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نستمر معكم في سلسلة تعلم بعض الأمور التي وردت في السنة النبوية. سنتكلم اليوم إن شاء الله عن التلبينة، والتلبينة وردت في السنة النبوية في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي علاج مثالي للكثير من الأمراض. هذا الفيديو بالتعاون مع منتدى عالم بلا مشكلات. محدثكم أنور موسى الشيخ عيد من فلسطين غزة. سنتكلم اليوم كما قلنا عن التلبينة. ما هي التلبينة؟ تتكون التلبينة من بعض مكونات، منها دقيق الشعير، حيث ممكن أن نأخذ 10 معالق من دقيق الشعير، وكذلك العسل، نص كيلو من العسل، والحليب. ممكن استعمال 6 إلى 8 أكواب من الحليب أو حتى أكثر، وكذلك يلزمنا الماء. نقوم بوضع الشعير في إناء، هذه التلبينة شبه جاهزة. نقوم بوضع هنا 10 معالق من الشعير زائد كوبان من الماء، ثم يزداد تدريجيا الماء حتى ينضج الشعير، وهذه العملية تستمر بحدود 10 دقائق. مع العلم أنه من الضروري أن نضع الإناء في داخل إناء آخر كما ترون، داخل إناء آخر. الهدف من هذا الأمر هو أن الحرارة تتوزع بصورة جيدة حتى لا تحترق التلبينة كما تلاحظون. إذن سوف ينضج على بخار الماء. كما قلنا، نقوم بوضع 10 معالق من دقيق الشعير، ثم نضع الماء عليه ونقوم بتحريكه تدريجيا كما تلاحظون مع وصول حرارة تدريجية إليه. هذه العملية تستمر 10 دقائق، ثم نضع بعدها كمية المحددة من الحليب ونستمر في التقليب مرة أخرى، ثم نضع بعدها العسل. هذه العملية تستمر بعد العسل بضع دقائق، سوف تكون التلبينة جاهزة. ممكن أن نضعها في الثلاجة بعد عدة ساعات، ويقوم الشخص بتناولها على الريق أو حسب الطلب. ما هي الأمراض التي ممكن أن تعالج بواسطة التلبينة؟ لوجود الشعير ممكن أن تستخدم التلبينة في علاج مشاكل القولون العصبي، فهي غذاء ممتاز حيث يحتوي على الشعير والحليب بالإضافة إلى العسل. وكذلك ممكن أن تعالج بعض الحميات، ممكن أن تستخدم في علاج أو كغذاء للأطفال الصغار أو البالغين، وكذلك الذين يعانون من مشكلة النحافة ممكن أن تحل لهم المشكلة ويزداد وزنهم تدريجيا كما تلاحظون. مكوناتها بسيطة ولكن خدمتها كبيرة، بفضل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها. الآن كما تلاحظون ممكن أن نضيف الحليب ونقلب التلبينة. تقليب تدريجي يحتاج بعض الصبر لإنجاز هذه المهمة، مع التأكيد على عدم وضع نار أو حرارة مباشرة حتى لا يتلف هذا الخليط. سوف نقوم الآن بإضافة العسل. بعد قليل نقوم بإضافة العسل، وهذه طبعا مشاهد توضيحية لكم حتى تقوموا لعمل هذه التلبينة بأنفسكم. سنقوم الآن بإضافة العسل تدريجيا.
كما تلاحظون من الضروري أن يستمر التحريك باستمرار حتى يكون هناك تجانس في الخليط. الأمر بسيط ولكنه يحتاج إلى بعض الصبر. هذه مشاهد مباشرة لهذا الأمر، وإن شاء الله نستمر معكم في دروس أخرى قادمة لنتعلم من السيرة النبوية.